سلاح ليس كسابقه يدخل ساحة المعركة ويثير قلق إسرائيل، فلا صوت له ولا تكشفه الرادارات، ويصل مداه لتسعمائة كيلومتر وبجعبته قنابل متفجرة. إنها مسيرة شاهد 101 أدخلها حزب الله ساحة المعركة لأول مرة منذ بدء التصعيد قبل 9 أشهر، خطوة تثير قلق الجيش الإسرائيلي. فقد كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن المسيرة الجديدة التي أطلقها حزب الله مؤخرا نحو شمال إسرائيل في مستوطنة كابري لم تكشفها الرادارات، وتسببت بمقتل ضابط احتياط قبل يوم فقط من تسريحه. تعمل المسيرة بمحرك كهربائي مما يجعلها طائرة تحمل طويل، حيث يمكنها الطيران لفترات طويلة قد تصل إلى 900 كيلومتر وبضجيج أقل بكثير من الطائرات التقليدية، الأمر الذي دفع القناة الإسرائيلية لوصفها بالمسيرة الصامتة، كما أن قدرتها على حمل مواد متفجرة تزن 10 كيلوغرامات تزيد من خطورتها. محرك هذه المسيرة يجعل من الصعب اكتشافها واعتراضها بواسطة الرادارات، ففي حين تعمل مسيرة حزب الله السابقة مثل أبابيل بالوقود التقليدي، فإن هذه المسيرة الكهربائية تعمل بنظام الشحن الكهربائي، مما يجعل صوت محركها منخفضاً للغاية ولا يسمع تقريباً من على الأرض. في المجمل تواجه إسرائيل صعوبات متزايدة في اكتشاف مسيرات حزب الله عبر الرادارات بسبب التحليق على ارتفاعات منخفضة والتي تتناسب مع تضاريس المنطقة، بالإضافة إلى قرب لبنان وحداثة هذا النوع من التهديدات.